وبما أني باللاذقية والبوست بيقول إنه هذا التلفريك صار موجود بكثب، فقررنا نروح ونشوفه بشكل مباشر. هذا التمثال هو لتذكار للشراكس اللي توفوا بالحرب السابقة، وهون بتلاقوا مكتوب تاريخ الحرب وشو مثل كلمة تذكارية لإلهم. وشوفوا الرسمة، هي العلم الشركسي وجبل القشحة ماكو والقامة الشركسي اللي هو أحد الرموز الكتير مهمة بالنسبة للشراكس.